انا الان جالس اتكلم في هذا المكان ما جالس ازكي نفسي، بل جالس امدح ربنا جل جلاله عما نوال اللي يستحق المدح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من ايام ذهبت للعمل في الجزائر، لما ذهبت الجزائر وكنت رايح اسوي محاضرة عن صفة القيادة، من قائد الصحيح، من اللي يستحق يكون قائد. فهم الشركة اللي موجودة في الجزائر قالوا اول نبي نشوف هذا خلفان عدو من، وايش بيروح يسوي في الركوب. نتعلم يا معشر الرجال والنساء، وما جالس ازكي نفسي، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اول شيء اتصل تلفون للوالدة الله يرحمها وبالوالدين احسانا. كثير منا الان لما نصبح طيارين مهندسين درجة وزير ولا وكيل ولا اي وظيفة، خلاص احترام لامهاتنا ما شيء. حتى مطوى بعض الناس مستقيمين خلاص عاد ما عرفوا يتكلموا مع امهاتهم وما باهم، خلاص بسلاسة قصيرة ولحية طويلة، خلاص يصرخ مع امه وابوه. الجنة تحت اقدام الامهات، توفيق من الله سبحانه وتعالى ان نحن جينا في هذه الدنيا، ثم من هم امهاتنا وابائنا، والان ما نعرف نتكلم معهم. نتكلم معهم كنا فلفل مبوزي، هذا فلفل مبوزي ريحته بس يطير شعر ولا يوقف شعر، ولا نتكلم مع امهاتنا وابائنا كنا منشار وسكاكين، مصيبه بتجينا مصائب ومشاكل. فاتصلت تلفون للوالده فقالت لي ان شاء الله يا ولدي بصلي ركعتين، وانا توجهت الى الله سبحانه وتعالى بركعتين، مفتاح خير الدنيا وخير الاخره الصلاه. ثم ذهبت الى شركه، مثل ما قلت لكم ما قاس ازكي نفسي، امدح الاسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسنا في غرفه تقريبا تقول 99% كفار ما مسلمين، واحد عماني اللي هو خلفان بن سالم خلفان العدوي، وواحد جزائري. تكلمت الخلفان العدوي نص دقيقة، خلفان العدوي قصير، مولود في زنجبار، أبوه مولود في عمان. وأذكر الوالد كان يقولنا يوم كنا في زنجبار الله يرحمه، يقولنا من نسوة للمطرح شال حمار، هذا شيابنا اللوليين يدورون رزق حلال، ما كان يريدون أن لقمة تدخل في بطونهم لقمة حرام. ذهبوا إلى أفريقيا لبحث عن رزق حلال، من نسوة للمطرح مار، 10 أنفار يخبرنا 10 أنفار بالدور، مرة يركب هذا مرة يركب هذا. ولما وصلوا مطرح جلس ما أعرف كم يوم انتظروا السفينة، هذا اللي يسموه بوم الخشب. هذا الناس الأوليين العمانيين، لماذا العمانيين في كل مكان؟ انت عماني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا جدادنا وابائنا زرعوا في قلوب العالم من هو عماني. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه أمانة. وقبل ما أكون عماني أنا مسلم. فتكلمت شو عن خلفان العدوي، وتكلمت عن شيخ زايد وسلطان قابوس الله يرحمهم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى قبوره من تكون روضة من رياض الجنة. وتكلمت عن أوباما وكلينتو الله يدخلهم في الإسلام، قولوا أمين. هكذا كان فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما استغربوا والله، ثم والله يا معشر الرجال والنساء، لما تكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن نحن فينا خجل لما نذهب إلى أمريكا إلى أوروبا، حتى ماشي سلام عليكم، هاي هاي مو هاي، قول سلام عليكم، هاي هاي من هنا، هاي هاي، هذا حركات شيطانية. شوف إنسان آدمي شكله آدمي ولا حركة، لكن حركات اللي عنده حركات عفريتية وشيطانية والعياذ بالله. لما تكلمت عن الرسول، من هو الرسول؟ خبرتم الشركة ما ممكن تنجح، ونحن كنا
حتى هذه الحملة ما ممكن تنجح الوزارة والحكومة إلا إذا قائد عنده صفتين: صادق أمين. صادق أمين صلى الله عليه وسلم. وقلت لهم منك المستشار صديق، حتى في اللغة العربية صديق من الصدق، صدقت يا رسول الله. ومن مستشار الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه فاروق، عرف بين الحق والباطل، قاموا من مكانهم، الله قومهم، ما خلف العدو، الله قومهم من مكانهم، فقالوا بلغة إنجليزية: We already support you. نحن كنا موافقين، غدا بكرة we're going same flight to the field، بنذهب مع بعض في الطائرة إلى الركوب. لما تكلمنا من عن مبارك شنبيه خميس جمعان خلف العدوي، لما تكلمنا الرسول، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مفتاح خير الدنيا وخير الآخرة. ففي هذا المناسك إذا نحن نريد نفلح، قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا كان في ميناء؟ ماذا كان في عرفات ومزدلفة؟ وكل هذا المناسك نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وإن شاء الله مثل ما سمعنا بعث العمانية، إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله شيء محاضرة. دائما لما نسمع المشايخ يقومون بمحاضرات، نحن نسكت هكذا ونسمع حتى نستفيد. هم ما يتكلمون شياب من أمثال خلفان العدو يقوم يتكلم، وي واحد منا يتكلم. أما لا نخلي مجال هكذا. مستعدون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا. رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا. يا الله اهد الناس جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.